السلام عليكم متتبعي قناة شيف أم آدم سعيد، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقتي في عمل المسمن، كيجي مورق غزال هائل جدا بدون عذاب بدون زبدة. كذلك نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة بالنسبة للمشاهدين الجدد، وكذلك الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش كذلك وضع إعجاب للفيديو. بالنسبة للخليط كما كتشوفوا كنحتاجو الفينو والفورس. أنا كنستعمل هكا تقريبا نص كيلو ديال الفورس، كنوضع معاه ربعة ديال الفينو، كندير شوية السكر شوية الملح، وكنعجن الكل جيدا بالماء البارد. كنعطيه يعني كندلكو مزيان حتى كيتدلك. ضروري المسمن كنعرفوه خاصو يتدلك. اللي بغات توجدو الصباح تقدر أنها تعجنو في الليل وتخليتها الصباح، فراه كيجي مدلوك وهائل بلا ما تحتاج انها تدلكو، فقط كتجمعو دهنو بشويه الزيت تخليه يرتاح. هنا كما كتشوفوا جمعته بشويه ديال الزيت خليته كيرتاح واحد 15 دقيقه. من بعد غادي نحضر منه كويرات بهذا الشكل هذا، على حسب يعني نتوما كيفاش بغيتو المسمن ديالكم، واش بغيتوه كبير ولا صغير. كنستمر دائما في تحضير الكرات حتى كنسالي. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الحجم اللي بغيتوا. هنا كنديروا بعض المرات كبير كنديروا صغير. هنا غادي نحطوا غادي ندهنوا بشويه ديال الزيت وكنخليه كيستراح واحد 10 ديال الدقائق بين ما غادي نوجدوا ان شاء الله. هنايا ملي كيستراح ليا تناخذ الزيت وتنبدا نبسط في الكره ديالي بالطريقه ديال المسمن بهذا الشكل هادي. كما كتلاحظوا هنايا فاش غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير كيفاش كندير ليها. غادي ناخذ كندهن هنايا بالزيت وتندير بالفينو كما كتشوفوا، ولا السميد على حسب متوفر عندكم. كنبسط الكره الاولى مزيان، من بعد كندير الكره الثانيه بهذا الشكل هذا وتنجمع على طريقه المسمن. هنايا تقدروا ديروا الطبقه اللي بغيتوا، يعني على حسب الا بغيتوا كبير ولا صغير، تقدروا ديروا جوج طبقات ثلاثة طبقات حتى لربعة ديال الطبقات. وانتوما غاديين كنستمر كنجمعها وكنحصل على مسمنة بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي مقادة. اهم شيء ان العجينة ديالكم حاولوا انكم ما تجريوهاش، خاص العجينة تكون شادة في راسها ما تكونش جارية بزاف. وكنبدا يعني نستمر تحضير المسمن بهذا الشكل هكا، كيجي هائل في الصراحة، كيجي مورق مورق وكيتنفخ، يعني ما كايناش المسمنة اللي غادي ديروا ليها الطريقه هذه وما غاديش تنفخ. وغادي تشوفوا معايا هذا الشيء ملي نبغي نطيب. من بعد هنا كما كتلاحظوا ما كنكمل، غادي ندوز باش غادي نبدا نطيب في المسمن ديالي. كما كتشوفوا غادي نبسطها بهذا الشكل. ملي كيجي المسمن شاد في راسو ولا العجينه ديال المسمن شاده في راسها، حتى هذيك الطربيعه ديال المسمن كتجينا مقاده، ماشي بحال الا يعني جرينا العجين فتقدر تجينا عوجه، ما حدنا تنهزو في المسمنه وهي تتجر. فمن الاحسن ديروها واقفه وشاده في راسها. وكما كتلاحظوا معايا المسمنه هي هذه كتنفخ، كتجي جميله كتجي مفرفشه من الداخل غزاله. هنايا يعني مع واحد الكاس ديال القهوه ولا كاس ديال اتاي يا سلام، وشويه ديال العسل كذلك. هنا غادي نستمر حتى كنكمل ان شاء الله في الطهي ديال المسمن، وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا كيفاش الشكل ديالو النهائي كيفاش كيجي. المسمن ديالنا ها هو كما كتلاحظوا كيجي بهذا الشكل، شكلا ومذاقا وكل شيء كيجي فيه زوين. كما كتلاحظوا كيجي كله منفوخ وغزال. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. عفاكم ما تنساوش لي جيم، ما تنساوش انكم تدعموا القناه، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو جديد ان شاء الله يوم غد. السلام عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.